عم ارضى يا عم، ثق في ربنا يا عم، سلم امورك لله وفوض امورك لله. القضية مش كلها بتدار بحساباتك انت. ويدعو الانسان بالشر دعاءه، ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير. انسان يا رب اتجوز فلانة، فلانة وفلانة دي لو اتجوزها تبقى سر جحيم حياته كله. ما انتش عارف، انا لو ما اتجوزتش فلانة هضيع، انا لو ما دخلتش الكلية الفلانية هموت، انا لو ما تعينتش في الوظيفة الفلانية ههلك. هو ده سبب التعاسة في الدنيا كلها، انك تعلق سعادتك باي شيء غير الله، فيكون ما تعلق قلبك به من دون الله هو سبب تعاستك، هو سبب انك ما تبقاش عايز سعيد في الحياة. ما تعلقش قلبك في السعادة ولا في النجاح الا بالله. خلي عندك رضا واجعله رب رضية. خلي عن اللي متجوز واحدة متوسطة الجمال راضي بيها، بتهياله ان هو خد واحدة من اجمل جميلات العالم. وفي ناس متجوزة جميلات فاتنات والبيت جحيم، لان هو متهياله ان مراته مش حلوة. ولانه القصة في الرضا، اللي بيحل عينيك اللي بيحل الدنيا في عينيك رضاك. الرضا السكر بتاع الدنيا هو الرضا. على قد ما انت راضي، على قد ما انت راضي باللي ربنا اديهولك واللي ربنا اختارهولك، على قد ما انت عايز سعيد في الحياة. مش الرضا السلبي، مش الرضا بتاع سيبها سبهللة. الرضا بتاع ان انا اشتغلت وتعبت وكافحت واجتهدت، واللي يحصل بعد كده انا راضي يا رب، انا راضي باختيارك ليا يا رب. انا لو ادوني ورقة وقلم وقالوا لي ارسم الملامح اللي نفسك فيها، مش هقول كنت نفسي بعينيا ملونة، ولا كان نفسي يبقى طولي كذا، ولا انا يا رب هختار الملامح اللي انت اخترتها لي. انا يا رب لن اختار لنفسي الا ما اخترته لي، بس على شرط انك تبقى اجتهدت مش قصرت ولعبت.